السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إذن راه الدنيا عندنا عامرة بالثلج، غير حاجة وحدة، يعني واخا الثلج كيطيح هادشي ما كيمنعش أننا ندوزو نهارنا كيما النهارات كاملين، نخرجو نقضيو، لأن الثلج ماشي عائق. وسيغتو كو هاد الدولة هاد البلاد تبارك الله مقومين، يعني كيدين يجيو البولفار الكبار إلى آخره، مع جمع الويكاند. يعني وهاد النهار أنا إكزاكتومون فاش كنصور لكم سيتان ديمونش، يعني الناس كيبغيو يخرجوا يتقداو يمشيو لي ماغازا يخرجوا يديروا دي زاكتيفيتي لا اخره. المهم اليوم انا ان شاء الله باذن الله دايكم معايا لان ريستورون ايراكيان، لا كويزين ايراكيان ان شاء الله. انا في الحقيقه ضقت من لا كويزين ليبانيز، لا كويزين ترك، لا كويزين انديان، مي لا كويزين ايراكيان عمري ما ضقت. هاد المره ان شاء الله غادي نمشي نجرب، وتا انا شويه من الناس اللي كنبغي نذوق هكا الانواع ديال الاطباق. هاد لو ريستورون ان شاء الله كاين في واحد لو كارتي اللي معروف هنا عندنا في مونريال، كارتي انتيك، كارتي فيل اللي ما شاء الله فيه الجاليه العربيه المسلمه بكثره. سي ان كارتي اللي زوين، يعني لومبلاسمون ديالو جاي له شحال من حاجه قريبه له، قريب له مثلا مترو اونغي بوغاسا، كاين البولفار الكبير ديال اونغي بوغاسا كذلك. يعني كارتي اللي زعما العرب ديالنا يبغيو انهم يذوقوا من لا كويزين ايراكيه ان شاء الله اللي غادي نمشي لها. حاجه اخرى نبغي ان شاء الله انتم تقاسموا معايا في الكومونتير، واش عمركم ذقتوا لا كويزين ايراكيان، واش انتم بحالي وزيت كوريو انكم تذوقوا الاطباق ديال دول اخرين، زعما باش الواحد كيشوف علاش لا. اللي حنا عارفين بان تبارك الله لا كويزين ماروكان راها معروفه عالميا، ولكن حتى الاطباق الاخرين كي سبحان الله كيكون فيهم واحد شويه ديال التشابه، بحال مثلا لا كويزين انديان هما الحرور عندهم دائما كيديروا الحرور. دونك ان شاء الله باذن الله هانتوما معايا حتى نوصلوا للريستورون ان شاء الله. بغيت غير نقول لكم بان لو ريستورون ما بغيتش من قبيله نذكر لكم الاسم لان ما عرفتش كيفاش نطقو، مي سولت السيده هنا قالت لي بين فينا بين فينا تيك اوت، هذا هو الاسم ديال الريستورون. وراني كنتسنى باش ان شاء الله الاخت نجاح غادي تفسر لي وغادي تعطيني الاسماء ديال لي بلا في لا كويزين ايراكيان، حيت انا في الحقيقه ما عارفه حتى شي حاجه. اول مره كما قلت لكم غادي نكتشف الاطباق ديال لا كويزين ايراكيان. مقبله قلت لكم بان لي بلا ما عرفهمش انا ديال لا كويزين ايراكيان، ولكن ما شاء الله مادام نجاح طلبت منها باش تهضر لي على الاشكال والاطباق ديال هذا المطبخ والطبخ العراقي. اذا ان شاء الله هي غتفسرنا معنا. يلا مدام نجاح الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. الو باش نبدا بالطبق الاول، دونك هذا البنياني الحار، عندنا دو فيرسيون، لا فيرسيون الاولى اللي هي بالدجاج، ولا فيرسيون الثانيه بلحم البقر. برياني لحم وبرياني دجاج. دونك برياني دجاج وبرياني لحم. هذا الطبق يعني الاكثر بهارات والاكثر حار، يعني يكون حار. نعم. هذا حار يعجبنا احنا الحار. اوكي دونك برياني حار دجاج وبالبوف. اه داكوغ. وهذا الطبق الثاني هو الخوزي، خوزي اللحم، يعني يجي الروز هذا ومعاه اللحم، وقطعه اللحم تكون على شكل موزه. موزه وي فهمت، الموزه اون بانان. البنان فوالا سي سا يكون هكا. ما شاء الله سي تان جاري. ويقدر يكون هكا جاري ولا البولي الكويس دو بولي. بالنسبه للكوزي هو اللحم، ما يقدرش يكون بالدجاج. اوكي داكور، دونك الكوزي غير هو الرز هذا مع اللحم. مع اللحم داكور. والطبق يكون يعني الرز يحطوا فوق الشعريه اللي هي هذا. ايوه يكون الرز، بعدين نحطوا طبقه شعريه ومعها شويه جلبانه، وبعدين نزيدوا اللحم. تبارك الله. دا
ونزيدوا اللوز والكشمش. ما شاء الله، دونك صلصه دويت غش يكون عامر. وهذا بعدين طبق المطبق عباره على الرز هذا والدجاج هذا المحمر. نفس الشيء، حط الرز بعدين حط حكم الشعريه هذه فيها شويه بطاطا وشويه جزر. هذوك وين؟ يعني الطبق يكون الرز بعدين فيه الشعريه بعدين الدجاج واللوز والقشمش. ما شاء الله، دابا هادشي كله اللي كتهضري لي عليه راه في الكونت، الصفحه ديال كونت انستغرام راه كاين. نعم. بالاسم كل شيء. نعم. باين ما شاء الله، موجود على الفيسبوك، موجود على الانستغرام، موجود على الويب سايت، كل شيء موجود. داكور ما شاء الله. الطبق اللي بعده اللي هو المسقعه. المسقعه. نشوف واش بقيت عقله الاخت نجاح. قلت لي هذيك المسقعه كاين فيها الدنجال بوافغون. نعم. كاين فيون داشي، كاين سي ساب دنجال فلفل يعني بوافغون والفيون داشي سي سا. وي هذا هي المسقعه. وليت قالت هذه الصغار، هذه كفته. الكفته. نعم. ما شاء الله. هذا اللي بقيت عاقله قلتي لي المقلوبه. هذه المقلوبه بحال شكل، حنا عندنا السفه مدفونه يعني السفه مع الدجاج، اللي هما عندهم مقلوبه كاين فيها الدنجال، فيها الروس، فيها البف، ولا الدجاج نتوما ديروا؟ تتعمل بالاثنين دونك وتقلب. فاش تقلب هي داكشي باش كيسموها المقلوبه، حنا عندنا كنقولوا لها المدفونه. هذا شنو هذا الفوق؟ يكون فيها البطاطا. بطاطا. يكون فيها الجزر، البصل، البدنجان، الفلفل، والطماطم، واللحم يا اما بالدجاج تتعمل والا بالبوف. ايه دونك مزيانه يعني فيها الليغوم بالضبط، والدجاج، والروز، وال هذا اللحم يعني لا فيوند، يا اما فيوند روج ولا فيوند بلانش. يحبوها الصغار لان فيها البطاطا. وي سي فغي، بصح بصح. وهذا خلاص غير عباره على هذا بحال طاجين الدجاج. داكوغ. هذه ماشي هي المرقه اللي تقولوا لها المرقه؟ نو تشبه المرقه. تشبه المرقه، هذه المرقه ديالنا بحال الطاجين. فيها البطاطا، فيها البصل. وشويه فلفل والدجاج. اسمه تبسي، الطبق هذا اسمه تبسي. تبسي. الطبقين هذوما الاثنين يا اما يتباعوا وحدهم. والا تاخذ معاهم رز. يا اما رز ابيض او رز مندي او رز مطبق، انت تختار يعني. اذا شو الى دزنا الكونتوار كامل صبايط بوكو دو شوز، مما شاء الله عندهم يعني اطباق متنوعه. الى بغيت نسال اخت نجاح شكون هو الطبق اللي عندكم شعبي اللي كيطلبوه الناس بزاف؟ واقيلا هذاك البرياني اللي قلتي لي. لا، اكثر طبق معروف جدا هو الدولمه. الدولمه ان شاء الله غادي ندوق هاد الدولمه ونقول لكم اخبار. مين نبغيكم ان شاء الله على انكم تذوقوا انتوما من طبق من هاد الاطباق ديال لا كويزين ايراكيان، وتردوا عليا الخبر. سورتو كو ما شاء الله جا في حي اللي فيه الجاليه العربيه المسلمه، وقريب يعني شحال من حاجه يعني. البولفار سان لوران راه غني على التعريف، ولا غونديسمون ان سي كارتي فيل حتى هو غني على التعريف. المهم غادي نرد لكم الاخبار ان شاء الله، نتقاسم معكم شنو خديت. مي قبل خاصني نهضر على واحد الطبق اخر حتى هو نسيت ما غادي نوريه لكم، عاد ندوز ان شاء الله. هذا المندي، لو فامو مندي. مندي هذا يجي يا اما لحم خروف والا دجاج. فالخاصيه انه مدخن. هذا غيكون زوين. الرز مدخن، اللحم الخروف مدخن، والدجاج مدخن. ايه ولكن اللحم هذاك علاش مدخن ودايرين في ديك المرقه؟ كله يبقى في المرق. نعم. ولكن غادي يكون الذوق ديال المذاق غادي يكون مدخن، غادي يكون زوين. ما شاء الله. شوفوا راه واخا قالت لي الاخت نجاح هاد الاسماء ما بقيتش عاقله عليهم كاملين، بقيت عاقله على المقلوبه، المسقعه، والظلمه. نعم. هذا هو اللي ان شاء الله غادي نذوق ونرد عليكم الاخبار. اوكي دونك شكرا اخت نجاح. مي كيما ذكرت لكم واخا الاخت نجاح قالت الاسماء، مي راه ان شاء الله دخلوا لاباج فيسبوك، انستغرام، واتساب، غادي تلقاو كاع هاد الاسماء ديال هاد الاطباق ديال لا كويزين ايراكيان. اللي اختاريت هذه المقلوبه اللي قلنا بحال اللحم مدفون، الروز، واللي ليغوم، الدنجال، خيزور، البصله الى اخره. كاين عاود هذه المسقعه اللي فيها الدنجال بوافغون مع الكفته
ونورمالمون كنخلطوها قالت لي مع الروز سي سيغ هادشي غادي ندوق جو با تو فيلير مي ما شاء الله سا لير تري بون هادو هي لونطري لونطري سي بحال دي سيجار ديال الخضره ولا سيجار عامرين بالدجاج ولا باللحم مي كيسموهم كبه وبركه هما هادو كاين عاود هاد لا سالاد هادي هادي معروفه عند في لا كويزين ايراكيان كيسموها باديمجانيه سي تيبيكمون ايراكيان و سي سوكري سال وهادي هادي باش غادي نختم هي الدولمه الدولمه فيها بحال لي فوي دو فين عامرين كاين عاود ديسير ديسير هذا تا هو عندهم سي ان ديسير ايراكيان اللي مصوب من لو ري اي لو كور داموند و سانز اوبليي لو كافي ايراكيان انا عارفه بان ما شاء الله القهوه ديال الشام بصفه عامه في الشرق الاوسط كتكون بنينه واخا ما غاديش يجيني النعاس مي غادي نذوقها ان شاء الله فريمون هاد المسقعه بنينه انا فريمون جو ريكوموند فورتمون انكم تكومونديوها ولا تجيو تاكلوها هنا للتذكير هنايا هاد الريستورون كيديروا لا ليفريزون الا نتوما كومونديتو دي ان بلا ولا ان مونطون ديال 35 دولار اي بلوس وتكون لا ديستانس قل من 10 كيلومتر ولا كذلك تقدروا تكومونديو اوبر ولا سكيب ولا دور داش مي فريمون فريمون انا جو ريكوموند فورتمون انكم تذوقوا هاد البلا هذا مازال ما دقتش الاخرين حاجه اخرى مدام نجح فسرات لي بان كيديروا لي غروند كونتيتي بحال ان دو نيفو فو او كومبلي يعني الا كان عندكم ان ايفينمون مثلا عراضه ولا مارياج ولا راه تبارك الله كيديروا لي غروند كوموند لو ريستورون اي توفير توت لا سيمين ابار لاندي de midi à 18h تقدروا تتصلوا بهم في التليفون تقدروا تتصلوا كذلك فيا لا باج ديالهم انستغرام فيسبوك يعني اي سون جوابيابل يعني راه تيجاوبوا النمره ديال التليفون راه كاينه في لو كونت انستغرام اكسيتيرا دونك خليني ناكل قبل هذا الشيء ما يبرد اذا ما شاء الله ما شاء الله سيتي تري بون تري بون تري بون هذاك لي بلا اللي خضينا ما قدرتش نكمل لان ديتهم معايا للدار تنكملهم ابري مي تري اش غادي نقول لكم في الحقيقه جو فو ريكوموند فورتمون انكم تجيو لهاد لو ريستورون اللي فريمون عجبني انا واللي اول مره ذقت لا كويزين ايراكيان دونك ان شاء الله غادي نختم لا فيديو ديالي هنايا دابا مع البرد راه النهار دغيا ولا الظلام دغيا كيطيح دونك غادي نختم لا فيديو ديالي كما دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.